باردون متأسف، هو في زيت وسكر على البضاعة؟ قولي بصوت عالي. أيوه في. صوروا؟ في زيت وسكر على البضاعة؟ لا طبعا. تصوري حضرتك بتحمي المستهلك لا تعلمي ماذا يأخذ. أنا بقول لحضرتك أشغلي بقعدي. بالخطا انا جيت بالاصل عشان الجميع يعلم اننا لا نعلم. مشكله في الجهل. اننا لا نعلم ونطالب ان يحدث ما لا نعلم، وهذا